الوقت معاكم بالسمنه البلدي بسبوسه، بس مش اي بسبوسه. كل اللي ياكلها من ايدي يفتكر ان انا جايباها جاهزه، او طبعا لما اقول انا عاملاها طب انت عاملاها ازاي. انا بستخدم بسبوسه ماركيز، دي اكتر بسبوسه بتظبط معايا. يعني جربت كذا نوع، اكتر بسبوسه بتظبط معايا وبتبقى طعمها زيها زي اللي بجيبها من بره هي بسبوسه ماركيز. بعملها بقى ازاي؟ اول حاجه بقى هعملها هحضر ليها الشربات، والشربات بتاعها عباره عن كوبايه من السكر. انا دلوقتي ظابطه على 100 جرام، هاخد مرتين كده، دي اول 100 جرام، وهاخد 100 جرام تاني زيها كده، 200 جرام يعني كوبايه من السكر. وهحط على السكر كوبايه ونص من الميه بنفس المعيار، ميه وسكر بس، وهحطه على النار. الشربات لمجرد بس ما السكر داب، يعني الشربات بتاع البسبوسه بيبقى خفيف، هحط له معلقه كبيره من السمنه، بتدي للشربات طعم حلو جدا. كيس فانيليا، وانا برضو بحب احط شويه من عسل النحل اللي هي برضو كانها معلقه. وكده الشربات خلص، هطفي عليه وهسيبه بقى لحد ما البسبوسه تجهز. نحضر بقى البسبوسه. اول حاجه هعملها هحط كيس البسبوسه في الطبق، وهحط على البسبوسه معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبقلبهم كده مع بعض كويس. وبعدين بحط 100 جرام من السمنه، انا مسيحها حوالي 100 جرام من السمنه او نص كوبايه سمنه، بحطها كلها كده. وبعدين هقلب البسبوسه كويس مع السمنه، دي المرحله الوحيده ان انا بفضل اقلب فيها كويس لحد ما البسبوسه تبقى كلها سمنه، واللي هي كده بيقولوا عليها تبقى عامله زي الرمله كده. طبعا خلاص البسبوسه اتقلبت كويس جدا مع السمنه. اخر حاجه بقى هعملها هضيف كوبايه من الزبادي، هنزل الزبديه كلها كده. المرحله اللي بعد كده هتبقى بقى مش تقليب، انا بس عايزه اخلي الزبادي تدخل جوه البسبوسه، ولكن انا مش عايزه اقلب، عشان لو قلبت كتير بعد ما حطيت الزبادي هتخلي البسبوسه تنشف. كده انا اجيب صينيه 26، بس انا ما عنديش صينيه بسبوسه مقاس 26، انا عندي 32، بس انا بعملها في الصينيه دي بتطلع جميله برضو، وانا حاطه فيها سمنه قبل ما ابتدي. اللي هعمله بقى ان انا هنزل البسبوسه كده، وبعدين هبتدي ان انا اوزعها في الصينيه. كده انا وزعت البسبوسه كويس في الصينيه، ادخلها الفرن درجه حرارته 180 درجه لمده من 20 ل 30 دقيقه. بعد ال 20 دقيقه بفضل ابص عليها لحد ما بشوفها استوت، وحتى ولو وشها ما استويش بس شفت الجناب بتاعتها خلاص احمرت، بقوم قافله الفرن وفاتحه عليها الشوايه اقل من 5 دقايق، بتاخد لون بني من فوق وبتبقى خلاص استوت. وكده البسبوسه استوت خلاص، واول ما تطلع من الفرن وهي سخنه هنزل عليها كده بالشربات. هتحسوا ان الشربات كتير شويه عليها، بس لا هو مش كتير ولا حاجه، كل ما هتهدى كده هتشرب الشربات وهيبقى مظبوط جدا معاه. المفروض بقى انا اغطي الصينيه بطبق او بورق فويل، انا هغطيها كده بورق فويل وهسيبها متغطيه كده شويه لحد ما تهدى. وادي شكل البسبوسه بعد ما شربت الشربات، اقطعها هو طريه كده وسخنه، كل ما بتقعد بتمسك نفسها شويه. هاخد قطعه من البسبوسه، وطبعا البسبوسه عشان سخنه مش هتطلع قطعة، هتطلع مفرولة، بس انا برضو عندي الولاد بيحبوها كده، المهم تبقى سخنة وطعمها جميل. بس شوفوا سواها من فوق مظبوطة ومن تحت كمان مظبوطة. هدوق الطعم بقى. ايلي مستنياني اطلع البسبوسة علشان تدوقها، مش مستنياني حتى ان انا احطها في الطبق واجيبها. عايزة اقول لكم طعمها حلو جدا بعيدا عن شكلها، يعني ملكوش دعوة بشكلها، لو سبناها تهدى شوية هتطلع القطعة مظبوط، هي علشان لسه سخنة فمش متماسكة، ولكن كطعم ملهاش حل. جربوها بالطريقة دي وجربوها بالسمنة دي، السمنة دي طعمها جميل جدا، بتعجبني في الاكل وفي الحلويات.